الأسعار في القطاع العقاري في فئة بتقول لك الارتفاعات غير عادية، وفي تقول والله ده استثمار آمن وأحسن ما أحط فلوسي في البنك. هل الاستثمار في القطاع العقاري آمن في الفترة الحالية؟ أعتقد مش آمن بس، أعتقد الاستثمار العقاري هو أكثر القطاعات أمانا في مصر الحقيقة. على مدار 30 سنة اللي فاتت أنا فقلت في السوق العقاري من بعيد أكثر من 25 سنة، حصل في خلال 25 سنة اللي فاتت والتلاتين سنة اللي فاتت ارتفاعات سعرية كتير جدا، ومع ذلك كان في كل مرة الناس بتتخوف إن السوق مش هيستوعب، ولكن السوق استوعب والسوق استمر، وعمرنا ما سمعنا عن عقار قيمته نزلت. ليه؟ لان احنا عندنا طلب حقيقي وليس طلب مضاربه. يعني غير صحيح الكلام اللي بيتقال ان في ناس كتير بتشتغل المضاربه، هي نسبه قليله جدا، لكن الاهم من كده ان حتى الطلب اللي بيحصل للاستثمار فهو الوحده اللي بياخدها للاستثمار يمكن بتشتغل دوره او دورتين في تجاره بين افراد وبعضهم، ولكن في الاخر بتستقر عند مستهلك حقيقي محتاج الوحده.